سيدي يا رسول الله، على قدري اصوغ لك المديحا، ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن انا يا امام الرسل حتى اوفي قدرك السامي شروحا؟ ولكني احبك من اقلبي، فاسعد بالوصال فتن جريحا، وداوي بالوصال فتن معني يريد القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي، وانت رأيته كشفا صحيحا. الم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي اضحى مبيحا. ايها الاخوة المؤمنون، ولازلنا في رحاب القرآن، والان نستمع واياكم الى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ عمر سلام، القارئ والمقيم بمركز مدينة الدلنجات محافظة البحيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن بعهده من
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاستبشروا ببيعكم الذي السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله.